اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل معانا بسيط وسهل، وانا حابب ان احنا يكون عندنا الماتيريال بتاعنا في متناول الجميع. لا يخلو بيت من وجود البطاطس والبتنجان ابو قلب ابيض زي الشيف المغازي. النهارده هنعمل مع بعض شويه بابا غنوج بطريقتي مع الرمان وبشاير الرمان بتاعنا من خير ارضنا. هنشوف ازاي نعمل مزيج ما بين الرمان وبابا غنوج او سلطه البتنجان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مش المتبل، حاجه غير المتبل عشان برضو ايه نفهم البتنجان صح. معانا بطاطس النهارده، واحده بطاطس وواحده لحمه، هنشوف ازاي نعمل كفته البطاطس باللحمه المفرومه، هتعجبكم. نعملها بالوايت صوص، نعملها بالريد صوص، هنشوف نعملها مع بعض ازاي برضو بمدرسه المغازي. نيجي بقى للحلو. احنا عندنا اكله مشهوره جدا، الكسكسي بالحليب، الكسكسي بالمكسرات. ليه ما نعملش الكسكسي بالقرع العسلي؟ بما ان احنا اتكلمنا عن القرع العسلي وعارفين قيمته الغذائيه عاليه جدا، فتعالوا نشوف النهارده هنقدمه ازاي القرع العسلي مع الكسكسي. حلو مش بالطريقه التونسيه او المغربيه، هنقدمه النهارده مع العسل مع المكسرات، عجيب وهيعجب حضراتكم ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي كفته اللحمه او اراس كفته اللحمه بالبطاطس. مقاديرها على الشاشه. لحمه مفرومه، حلوه قوي، ومعانا بطاطس هنقطعها دلوقتي بطريقه جميله، ومعانا طبعا ثوم وبصل في المقادير، ومعانا صوص طماطم او عايزين نعملها بالوايت صوص حسب الرغبه. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. تعالوا اول حاجه نقطع البطاطس بتاعتنا دي عشان محتاجين ان احنا نحمرها على ما نشوف الدنيا معانا ازاي. قطع دوائر كده بالشكل ده كده علشان احمرها في الزيت، نص تحميره حلوه تاخد شكل. مقاديرها بطاطس، لحمه مفرومه، بصل، ثوم، وما تنسيش طبعا شويه البهارات الحلوين من الملح والفلفل والزعتر، ده اساسي. انك تعمليها بالطماطم اختياري، تعمليها بالوايت صوص اختياري حسب الرغبه. الاكله دي انا بحبها على فكره، بحب اكل البطاطس واخده البهريز بتاع اللحمه والجوس بتاع اللحمه، والبطاطس مستويه مع اللحمه بتبقى لطيفه وحلوه. كميه البطاطس دي حلوه قوي على فكره، اهي زي الفل، قطعها دوائر وتبقى قد بعضها. في حاجات صغيره بتفرق معاكي في الاكله، انك لو قطعت واحده كبيره وواحده صغيره عينيه مش هيقعد، متخافش. اهو حلوه اهو. تعالوا ناخد البطاطس دي يا عم الشيف نحمرها مع بعض كده في قلب الزيت. في تحميره حلوه كده ان احنا بنتعامل مع البطاطس بعد التحمير. حلو قوي. هتقولي لي لون البطاطس عامل لي كده، دي بطاطس قديمه، دي على فكره في التحمير حلو قوي. انا خدت زي ما هي كده في قلب الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مع السلامه. تحميره البطاطس على ما نجهز اللحمه المفرومه بتاعتنا واحنا مع بعض واحده واحده. معانا لحمه مفرومه زي الفل، ضاني، كندوز، انت كريمه وبنستاهل كرمك، ولكن لازم نسبه الدهون فيها تقريبا من 30 ل 20%. بنحط على اللحمه المفرومه دي شويه بهارات حلوين من البابريكا. تتبيل، بص موضوع التتبيله دي بتاعتك انت، لما بقول بهارات اعرف ان الصوره مفتوحه، زي اخواننا بتوع الفوتوشوب يعني لما بيجوا يعملوا صوره يقول لك اديني الصوره مفتوحه اقدر احط خلفيه زي ما انا عايز، احط صوره زي ما انا عايز، ابروزها زي ما انا عايز. فكلمه بهارات دي صوره مفتوحه، تقدر تحط اللي انت حباه. معانا البصل الناعمه، معانا التومه الناعمه، معانا البقدونس الناعم، معانا معلقة معجون طماطم مفرومة. وطالما حطينا معجون طماطم وانا مغمضة كده بحط معلقة سكر على اللحمة يا شيف. مفيش اي مشكلة.
كل دولت كده زي ما انا شغال، ادي معلقه السكر حلو، وفي المقادير دي يا عم الشيف قليل من الدقيق تقريبا معلقه. هناخد المقادير دي كلها يا عم الشيف ونقلبها مع بعض واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بايدي فيها كل حاجه. البقدونس على فكره مفيد جدا، بصل، ثوم، البهارات الحلوه. تضربها في كبه؟ لا، انا عايزها تبقى خشنه كده. تفاصيلها معايا، معجون طماطم، بصل، ثوم، بقدونس ناعم، البهارات الحلوه بتاعتنا، حطيت معلقه دقيق في المزيج ده كله علشان تديها قوام، ونقلبها كده. دي مش هتنزل على المفرمه، انا عايزها بالشكل ده كده عشان لما اجي اكلها الاقيها كده خشنه كده ولطيفه وكل حاجه واخده طعمها. التقليبه دي مهمه جدا. واحده بطاطس وواحده لحمه. البطاطس بتتحمر، قلبتها تقليبه تمام، خليها زي ما هي كده. هنمسك الكفته دي كده، المخرج بيقول لي ممكن نعملها بالفراخ بدل اللحمه المفرومه، ممكن، مش هتقول لا. المطبخ له دستور وله قاعده، يعني زي ما انت حابه اعملي. هناخد الكفته اللي احنا عملناها دي كده مع النظافه الحلوه دي كده اول باول، ونعمل اقراص. بس لما نيجي نعمل اقراص كفته ونشتغل بالتكنيك العالي، معلمك حاجه حلوه قوي. على البلانشه دي كده بحط شويه زيت. الله عليك يا عم الشيف. ليه حطيت زيت يا شيف؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ شفت الجو ده كده؟ هي دي الخبره الطهويه. وامسك الكفته بتاعتي دي كده ونعملها قراص كده ونحطها كده. اللهم صل على النبي. يلا نعمل لنا 20 30 قرص زي ما احنا حابين، ولكن لازم تكون كلها حجم واحد. الشطاره هنا، عشان دي هنقدمها دلوقتي بطريقه حلوه مع البطاطس. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. ليه حطيت زيت؟ طب قول لي انت ليه حطينا زيت؟ الله عليك يا غالي حبيبي، الله عليك، هو ده. حطيت زيت علشان الكفته ما تلزقش في البلانشه بتاعتي وتسيب اثر، تطلع منها زي الشعره من العجينه. اهم حاجه التتبيله اللي انا تبلتها بتاعت الكفته مع حضراتكم. تاني مطلوب مني اقولها تاني، بصله ناعمه، تومه ناعمه، بقدونس مفروم ناعم، معلقه دقيق، البهارات بتاعتنا زي ما انت عايزه، تحط هيل، تحط حبان، تحط قرفه حسب الرغبه. انت حطيت ايه يا شيف؟ لخص. حطيت بابريكا، وحطيت زعتر، وحطيت شويه كركم. عينيا اهو، شفت التتبيله دي؟ حلوه قوي دي، هنسويها. لا لا لا، شوف دلوقتي، اصبر على رزقك. خلصنا، ناخد الكفته دي نخليها زي ما هي معانا. زي ما هي. هنروح على فين يا عم الشيف؟ واحده واحده واحنا شغالين نبص على البطاطس بتاعتنا. مطلوب من الزيت ان هو يلدن البطاطس. ايه لغه التلدين يا شيف؟ يعني البطاطس دي تاخد شكل كده، بالشكل ده كده بحضرها اهو، بحيث ان هي لما تستوي تتنافس هي والكفته في الطعم والمزيج والشكل، تبقى ماسكه نفسها. لانك لو حطيتيها نيه ايه اللي هيحصل؟ البطاطس دي هتتهري معانا، ويبقى شكل الصينيه بتاعتي مش لطيف خالص. معانا كفته اللحمه، هنعمل اقراص كفته اللحمه بالبطاطس. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. انا هقدم صينيه اقراص الكفتة اللحم بالبطاطس بصوص الطماطم. ممكن نعملها بالوايت صوص بالبشاميل، بس انا حابب صوص طماطم لطيف حلو كده علشان اعمل معاه الطعم اللي احنا عارفينه، الزعتر والروزماري. عملته ازاي يا شيف؟ الطبيعي بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، واحنا شطار في عمايله. او عندك في الثلاجه صلصه بيتزا عاملاها مسبقا مفيش مشكله. كلنا عارفين الطماطم على النار مع بصلايه وتومه،
والاساسي طبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل. اه زمان شغال كده. عايزه تاخد قوام تطلع معلقه دي او معلقه نشا عشان يبقى لها قوام بالشكل ده كده. ولكن ما تنسيش دايما معلقه سكر مع صوص الطماطم عشان نتلاشى الحموضه اللي موجوده في الطماطم وانا شغال. اه زي الفل. حضرت صوص الطماطم بتاعي. تعالوا نشوف ازاي هنقدم صينيه كفته اللحم بالبطاطس. هناخد البطاطس اللي احنا حمرناها من شويه، خدت اللون الحلو ده كده، اللهم صل على النبي. وناخد صوص الطماطم اللي احنا اشتغلناه ونوسع الدنيا لنفسنا كده، اللهم صل على النبي. وناخد صوص الطماطم ده كده ونبقى عاملين شويه دول كده. يلا هو ده. اه فرديت الكاسرولة بتاعتي. الله عليك يا شيف. معانا من الزعتر البري شويه. شفت الحاجات اللي بعملها دي بقى اهم من الشغل. اه ما بعملش حاجه انا، بس الموضوع هنا يختلف. ما تيجي تاكلي منها فيها طعم الزعتر بيبقى لطيف وحلو. شفت ده؟ تلاقيه عند الفكهاني خديه وانت مغمضه، تلاقيه عند بتاع الخضار خديه وانت مغمضه. اه حلو قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد الكفته دي احطها كده، احط البطاطس دي كده وبالشكل ده كده، ونحط البطاطس دي كده وبالشكل ده كده. الصورة حلوة كده يا شباب حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. اه انا شغال كده واحدة واحدة اهو، واحدة بطاطس وواحدة لحم. اه حاجة لطيفة وجميلة هتاكلي صوابعك وراها، بس لازم تعملي صوص الطماطم زي ما انا عملت. نوسع كده الكمان صف. وانا شغال كده اهو. حلوة أوي الفكرة دي على فكرة. أنا بقى هسيب اللحمة المفرومة دي أو الكفتة دي كده للضيوف. دول كفاية أوي كده. تمام. واحدة بطاطس هنا كمان. فل. ونشيل كل ده كده. ونقفل الأكلة بتاعتنا دي إزاي يا عم الشيف؟ هو ده. أه. واحدة بطاطس وواحدة لحمة. ده نعناع أخضر. او ممكن يكون ريحان. بناخد صوص الطماطم بتاعنا ده كده. هنا حلو، هنا حلو. يلا اه درجه حراره الفرن عندي 180 كفايه زي الفل. بحطها في الفرن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ هو ده الكلام. الله عليك مدرسة، تعال اشتغل مكاني. والله والله يا فاروق انت زي العسل. دي مش تحط فرنية الفرن خالص. اه ايوه والله العظيم. ليه بقى؟ والله لازم الناس الحبايب السادة المشاهدين يعرفوا كل حاجة. مخرج بيقول لي في الاربيز تحط فرنية الفرن. أنا ما فيهاش صوص كتير، دي لو اتحطت فرنية الفرن الصوص ده هينشف، وأنا عايز البهريز والصوص ده كده أستفيد بيه مع البطاطس واللحمة. فدي بتتحط على ارتفاع 5 سنتي من الفرن بالشكل ده كده. اهو اهو يلا مع الصوره الحلوه من داخل الفرن. صينيه البطاطس مع راس الكفتة اللحم تتحدث عن نفسها. قافل حبيبي هارتي. صينيه البطاطس او راس كفتة اللحمه مع البطاطس. لا الصوره بتتكلم مصر. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ وطريقه جديده جربيها. ناخدها مع بعض. هتقولي لي بقى الاكله دي بقى ايه والقصه؟ الاكله دي اسمها حبك للمطبخ. ما في اكله ملهاش اسم، فيها حبك للمطبخ. اه من جور السعيد يسعد. هو ده. العب يا السمك. اقراص الكفته. شفنا التكنيك العالي
شفنا ازاي عملناه بطريقه سهله وبسيطه.